نكمل. طيب قبل ما نتكلم في أسئلة مفتوحة، كلموني عن your emotional experience، إحساسكم بال 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 باللي حصل ده. ها هو أنا كان دايما عرفتي بال تي دي دي نظرية، يعني عرفتي بقى الكلام اللي هو على ويكيبيديا، أو كان أكتر حاجة دخلت إن ديب الديسكشن اللي كان بين كنت بيك وديفيد هانسون ده ما يعني الديسكشن دي يعني ما ينفعش تبدأ بيها. أنا قلت يعني أشوف بقى ناس تقيلة وكنت بيك نفسه، يعني هشوف الكلام في إيه، بس كان فعلا ناقصني إن فيلت إن أنا أبراكتس، يعني ما عملتش بإيه، بس إن أنا شفت الموضوع في فرق، فأنا إزاي بإيماجن الموضوع. وإن كان بقى الإمبريشن اللي جالي إن ممكن ما أخدش الموضوع باي ذا بوك زي ما هو كده، محتاج ما أستعمله، إن في ريدندنس كتير، أفكر إزاي أنا أستعمله في ريال لايف، إن أنا أقلل الريدندنس دي. يعني ممكن لو أنا مثلا أعمل التست كيس المور كومبلكس الأول عشان أكفر الكيسز المور سامبل، فما أقعدش أعملها وبعدين ريفاكتور كتير. الاكزامبل مثلا بتاع ان انا ايه جربت الكيس بتاع زيرو الاول وبعدين شلتها وبعدين حطيتها كمليتر وبعدين شلته، يمكن عملت الكومبلكس ما كنتش عملت ايه كتير. بفكر ازاي كنت بيك اتكلم عن اكتر من باترن، احنا ازاي بنهندل الاساينمنت اللي معانا. واحد منهم اسمه رايت ذا اوبفيوس سوليوشن، which means ان انا بيزيكلي لو قادر افهم الالجوريثم ده واحطه في دماغي اكتبه خلاص، وده اللي بيحصل لنا اكتر من 60% من الوقت، لان انا يعني 60% من الوقت ما عنديش مشكله كومبلكس لهذه الدرجه. فاذا انا شايف السوليوشن وعارف احطه في دماغي اكتبه. اوكي، لما تكون you don't know where to start let the tests guide you. ده كان رايح اكتر ناحيه اللي انا عملته، لان احنا we don't know how this will go. اوكي، الخطوره في انك حاجه كبيره مش عارف تحطها في دماغك على بعضها وتبدا بانك تكتب الكومبلكس كيس فيرست، ان انت غالبا هتوصل لامور كومبلكس ديزاين ذات يو نيد. فهمتني؟ ده الريسك الثاني اللي قدام النقطه اللي انت بتقولها. فهمتني؟ اوكي. This is يعني a good example of الناس بتوع الأجايل إزاي فكرة الإيفولوشناري ديزاين دي، هي دي إنه the design emerges، ما هوش حاجة مفروضة على. حتى الناس بتوع الأجايل ميثودز عادة بيقولوا إنه designing software مش زي بناء عمارة، it's more like planning a city. When you plan a city أنت ما بتحددش العمارة اللي هنا هيبقى لونها إيه. اوكي، some details will be filled in as you go. انت بتحدد خطوط عريضه، هنا هيبقى فيه كوميرشال بارك، هنا هيبقى فيه جنينه، هنا هيبقى فيه فيلات، هنا هيبقى فيه تاون هاوسز، هنا بالظبط. والايفولوشن بتاعت السوليوشن بقيه التفاصيل هتطلع as you go، مش هتبقى مفروضه على الديزاين من فوق. اتفضل. خلانا نبقى اعرف شويه للبيزنس لوجيك المطلوب عن طريقه الكودينج او يعني الديزاين الموجود، اذا كان هنعمل كلاسز الاول ونربطها مع بعض. فده شايفه يمكن اقوى حاجه فيه، خلاني باصص دايما على البيزنس لوجيك. I totally agree. ناس كتير من اللي بتشتغل في كوماند اند كنترول انفايرمنت مع تيمز كبيره، وانا يعني كان ليا اصدقاء من دول، دايما كان في شكوى ان هو حاسس ان هو ديسكونكتد وما يعرفش الحاجه اللي بيعملها دي صح ولا غلط. ما يعرفش، يعني هو he gets an assignment بديزاين، he writes some code and he has no clue الكلام ده صح ولا غلط. وبعدين الكلام ده يروح للكيو سي ديبارتمنت، وبعدين يجي له ديفكت ليست بعدها باربع ايام، اللي هو اصلا نسي الموضوع ومفيش شورت تيرم ميموري، ايه بقى ولا حتى لونج تيرم ميموري، راحت خلاص. Yes, I agree. تفضل. الأول وبعدين أبدأ أتحرك منها.
لو انا مش التست كيسز مش عارف البيزنس بتاعه ومش هعرف ان انا اعرفه دلوقتي بيزنس كبير اخري هعرف جزئيه صغيره منه هتبقى فيري كومبلكس ان انا اطلع من التست كيسز. اوكي التست كيسز مش هتبقى بيزنس في الحته دي مش تبقى بيزنس. احنا هنا اغلب التست كيسز كانت بيزنس احنا عارفين ان احنا طالعين من بيزنس صح. لو انا بقى مش عارف البيزنس التقيل اللي ورا بالتالي انا هبدا اكتب تيست كيسز عشان على حاجه انا متخيلها فقط صح طبعا. هنا في ملحوظتين. الملحوظه الاولانيه ان الناس in an agile environment انت عمرك ما بتبقى بعيد عن البيزنس ريكويرمنت لان انت بتشتغل على الفيتشرز او اليوزر ستوريز دي بتبقى حتت صغيره كل واحده منها فاليبل لليوزر ف they insist ان انت بتشتغل على pieces لها visible value. اوكي but لو انت مثلا في ديبارتمنت تانية بتعمل تكنيكال فريم وركس بيستعملوها بقيه الديفلوبرز مثلا يعني احنا بنعمل سام بزنس سوليوشن وانت بتكتب بارت ريليتد تو الداشبوردز اللي هتطلع اجاكس فريم ورك فور بي اي مين الكونسيومر بتاعك هنا؟ في ديفلوبر تاني. لا لو مش شايف مكانك في الفاليو تشينج في ريسك كبير صح ولا غلط؟ What you do should add value. لو مش للدايركت يوزر لحد تاني. الحد ده لازم يبقى involved. حتى لو انا بعمل technical construct. حتى لو انا ببني framework of widgets. لازم احط نفسي مكان الناس اللي هتستعمل الwidgets. وهم اللي بيستلموا مني. فلو انا بكتب a piece of technical value. لازم اطمن ان technical value دي delivered. فهمت انا اقصد ايه؟ فايفن لو انا في traditional environment. انا فيها بعيد عن الفيزابل فاليو اللي رايحه لليوزر خالص احنا بنشتغل لايرز وانا شغال في سب لاير جوه لاير جوه حته مش الكلام ده له من بره اوبزرفبل بيهافير الاوبزرفبل بيهافير ده هو الكونتراكت بتاعك وانت بتكتب التيستس موست اوف يور تيستس هتبقى على الاوبزرفبل بيهافير اللي بره ده لو مش فاهمه في مشكله ضخمه with or without tests صح ولا غلط يعني كون ان انت مش فاهمه لو ما عندكش تيستس مشكله الحقيقه ان لو معاك تيستس التيست هتخلي المشكله مور فيزبل هتاكسبوز المشكله لانك مش عارف تكتب التيست ما انا مش عارف المفروض تطلع ايه فمش عارف اكتب التيست فوقفت كون ان انا اقف بدري كده اكشلي انا شايف انها افضل من ان انا ابني اسامبشنز فوق اسامبشنز واروح اعمل حاجه الناس هتيجي انتجريتها ديفينتلي هتضرب كل الكود اللي في الدنيا كده كل لوجيك في الدنيا كده يعني عايز سي ان معظم الديفلوبر دلوقتي بيشتغل يعني في الجوريثم زي موضوع البولينج جيم بيسيرش على النت هيجيب اللوجيك موجود يعني ايه اللي هيخليه يبدا من اول يكتب وان رول اند وان اتمت اند سو ازاي يعني انا مقتنع جدا ان دي مش مشكله واليو تيستنج اكتر لكن انا بتكلم دلوقتي علشان براكتيكال الديفلوبر ازاي يعمل حاجه زي كده يجيب ريدي ميد كود ويبتدي يحط عليه يعني التست كيس بتاعه بالضروره الايفولوشن قوي يعني لو بتكلم فروم سكراتش دي واحده انا اسال الثاني معلش اتفضل الحاجه الثانيه لو انا بروجكت مانجر برودكت مش بروجكت فاحنا بننجكت الاجايل بس بيس باي بيس كده فعملت بير بروجرامنج والميتنجز كلها بتاعت السكرام موجوده وكده يعني التي دي بقى لسه برغم ان انا بعت ناس تعمل خدت الكورس وهم مقتنعين جدا بس احنا مش عارفين ننجكت الموضوع ده وات اف ان احنا لو بدانا بالكونسيبت بتاع تيست بلاست يون تيستينج وبعدين نحسس السينيور مانجمنت والاونرز ان في فاليو في الموضوع ده بعدين شويه نرجع يعني ولا نبدا تي دي دي على طول يعني الحقيقه السؤالين لطاف جدا بالنسبه للسؤال الاولاني لما انا اكون بري يوز هو مش ري يوز قوي كون ان انا بجيب ا بارت اوف كود من سورس من اوبن سورس بروجكت من حاجه وعايز استعملها معايا لو هي معاها تيستس بتاعتها هات هي التيستس وبالتالي ما عندكش مشكله لو هي مش جايه بالتيست بتاعتها اكتب سام تيستس مش لازم تاكزوستيفلي تيست اكتب اتليست كاركترايزيشن تيستس يعني ايه كاركترايزيشن تيستس يعني السيناريوز اللي انت هتعملها بس هي اللي تكتب لها تيستس فاهمني انا هستعمل ذس بيج لايبراري في ان انا بس انا عايز منها الحاجتين ثلاثه دول رايت ا فيو تيستس تشيلك لو حصل ريجريشن
تشيلك لو انت عملت ابديت للايبراري والبيهيفير اتغير عليك عشان هم غيروا حاجه وما قالولكش. فاهم انا اقصد ايه؟ مش في كل الاماكن انا هبقى متوقع كفرج 100% الحقيقه. انا عاوز كفرج 100% كل ما الكود كان كومبلكس، لان انا خايف من ريجريشن. فاذا انا عندي انبوت فاليديشن على السكرين اي كود اكشلي يعني ما اكتبوش خالص لو انا عارف ان الكيو سي ديبارتمنت بتغطيه الحقيقه. يعني مش مهم، المهم ان انا عاوز الكود كفرد، انا عاوز فاست فيدباك لوب معايا. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. بالنسبه للسؤال الثاني، اي حاجه، تيست لاست، تيست فيرست، تيست ان ذا ميدل، بس يعني حالتنا في مصر تصعب على الكافي. اي حاجه اوكي، اي حاجه بس نكتب تيست. فاين تيست لاست فاين. يعني في شركات ما فيهاش كيو اي اصلا. انا يعني انا اي كونسلتد في شركه ستارت اب جديده في مصر بيعملوا جرين فيلد بروجكت، دي حاجه من الحاجات اللي الواحد ما بيشوفهاش كتير. ف والبرودكت مانجمنت عندهم بتشتغل اجايل. اي اكشلي هيلب ذم امبلمنت تي دي دي فروم داي 1. واكشلي احنا عندنا يعني هناك دلوقتي انفايرمنت الناس فيها مش عارفه هي ازاي كانت عايشه قبل كده. اوكي، ان شاء الله عايز ابقى اجيب البرودكت مانجر او التكنيكال دايركتور يتكلم في الميت اب هنا في واحد من المرات الجايه، يحكي لكم يعني their experience and how this، لانه this actually works. It works. والكوست اللي احنا بنحطه في الاول، انت بتحطه في الاول عشان توفر على نفسك في الاخر. فكون ان احنا نقول لا it costs a lot، ما هي it costs a lot and saves a lot. يعني انا ليه باصص للساعه ونص للزياده للبروجرامر هياخدهم ومش باصص للريبيتد ريجريشن تيستينج المانيوال اللي بيحصل في الكيو سي ديبارتمنت؟ يعني ما نبصلها على بعضها. It actually saves money. Yes. It is an investment. بالظبط. Yes. Yes. بصوا يعني الادابشن باترنز كتير، لكن انا في موضوع التي دي دي ده عايز اركز على نقطه واحده بس. هو انت ايه اللي منعك انك تكتب تيست لنفسك؟ طب انت مالك؟ انت ده اكشلي هيوفر وقتك ولا لا الكلام ده؟ طب ما تعمله، ما هو يوفر لك وقت، ما تعمله والتيست هتفضل موجوده. مظبوط، يو هاف يعني ذس كونسرن موجود، لكن مفيش مانع ان انت يعني وري للناس الفاليو. اصله زي ما ده هيحصل في حاجات تانية هتحصل وهتثبت لهم فيها ازاي انه يو كوت سمثينج بيج بسبب التست اللي انت كاتبها. فاهم انا اقصد ايه؟ حاول تعمل بالظبط، حاول تعمل كوميونتي بدل ما انت واحد بتكتب، خلينا اتنين بنكتب. لو احنا سب تيم صغير ثلاثه ما تخلينا احنا نكتب. يعني هو انا يعني في ناس بتقول انا ما عنديش اوثرايزيشن من المانجمنت ان انا اكتب تيستس. هو انت بتاخد اوثرايزيشن من المانجمنت عشان تعمل برايفت ميثود؟ طب ما تكتب التيستس، وات ستوبينج يو؟ يعني هو هيقول لك لا انت كتبت تيستس ليه؟ انت مش ليك في الاخر المفروض تخلص. هو هيتدخل لو لقاك بتتاخر، انما اللي احنا بنقوله مش تتاخر، فوات ستوبينج يو؟ ما تكتب تيستس. الادابشن الادابشن لو بدا من تحت اقوى بكتير من انه يجي من فوق. بمعنى انه طب ما تقنع زمايلك ان انتوا يا جماعه على فكره احنا هنخلص بسرعه لو كتبنا التيست، ما تجربوا، ما تخلونا نجرب ونشوف. فاهمني؟ يعني خلوا فيه اورجانيك موف في الـ وموضوع التيست دريفن ديفلوبمنت او يونت تيست عموما حتى مش كونفايند على اجايل ميثودز. وانا لو بشتغل في موديل وانا مش ما اعرفش اكتب يونت تيست، ما نعرف اكتب يونت تيست، فوات ستوبينج يو؟ يعني اوكي؟ يس. لو
Yes. فده معناه ان انا لازم استارت البروجكت اصلا بالتي دي دي. Yes. في بيست براكتس بتقول مثلا ان انا لو عندي بري اكزيست سيستم او بري اكزيست ابلكيشن ان انا اقدر انجكت فيه التي دي دي سام هاو مثلا. Yes. لو معاك اساينمنت جديده او شغل جديد متهيالي سهل ان احنا نبداه تي دي دي، مظبوط مش كده؟ طيب الحاجات اللي حواليه، الحاجات اللي حواليه نبدا بان احنا نعملها كاركترايزيشن تيستس من بره. اوكي، كل ما احتاج انتر اكت مع حاجه اروح اعمل لها كاركترايزيشن تيست. اوفر تايم هتلاقي الكاركترايزيشن تيستس دي كترت وبقت شايلاك وعامله لك ريجريشن معقول جدا. في لحظه ما هيجي البروجكت مانجر ساعتها ولا البرودكت مانجر يقول لك على فكره الكلام ده كلام فاليبل كويس، ما تاخدوا 2 اتريشن تزودوا لنا كفرج. فاهمني؟ يس yes. انا مش عارف يعني كل فين وفين لما الاقي حاجه ان انا اعرف اعمل لها تيست. يس yes. فمش عارف ادخل مثلا التيست معايا ازاي. يو اي والناس اللي شغاله قريب من اليو اي، الكلام ده عاده يعني ساعات بيتقال وهو حقيقي وساعات بيتقال وهو مش حقيقي قوي. يو اي از نوت ايزي تو تيست، صح؟ مظبوط، بس دايما ما هواش عظيم. ماش 100 وفي حاجات لازم مانيوال، مفيش تول هتقول لك اللولين دول لايقين، مش هيحصل. فالناس اللي عاوزه تزود الكفرج بتاع التست اوتوميشن سواء تيست دريفن او لا، دايما بيجنحوا في الاركتكتشر لان اللاير او الجزء من الكود بتاع اليو اي يبقى از ثين از بوسيبل، ما يبقاش فيه اي لوجيك، واللوجيك يبقى من تحته علشان اللوجيك يبقى بيور كود ينفع يتمسك بتست. فاهمني؟ زي ام في سي. ام في في ام اوضح من ام في سي كمان للناس اللي اشتغلت. حتى لو انا بشتغل كلاسيكال ام في سي، الكلاسيكال ام في سي مشكلته الاساسيه معايا انا بقيت بكرهه، لانه الناس بتروح تعبي كنترولر بكل حاجه، ومتهيالي اكيد كلكم شفتوا الكلام ده، بتلاقي كنترولر ذيس بيج مس والكنترولر ما يتكتبلوش يونت تيست بسهوله، لان الكنترولر لازق في الفريم ورك. الكنترولر اكيد انهرتت حاجه من الفريم ورك او يعني وات ايفر، لكن هو لازق في الفريم ورك وبيريسيف ايفنتس من الفريم ورك. ذا سوليوشن از انه الحاجات اللي انا كنت حاططها جوه الكنترولر دي اطلعها بره في هيلبر كلاس او هيلبر كلاسز، ما تفرقش. وانس ان هم طلعوا بقوا بوكوز او بوجوز، اوكي، بلين اول اوبجكتس، ماشي، انهرتت حاجه من بلاتفورم، فاقدر امسكها في يونت تيست واكسرسايزها زي ما انا عايز. اللي فاضل بقى الانتجريشن بتاعها مع الفريم ورك يتعمل بالاساليب التقليديه. فهمتني يا خالد؟ اوكي. Which is usually a good way of writing code، يعني عموما الحقيقه ان احنا الحاجات القريبه من فريم ورك نخليها رفيعه قدر الامكان. هو انت الادفانتج اللي انت بتديه الويزدم اللي انت بتاخد منها فاليو في الابلكيشن بتاعتك ما هياش الفريم ورك، هي اللي انت عامله above الفريم ورك. فاكشلي لما تعزله ويبقى بره الفريم ورك ده اكشلي بيسمح لك ان انت تتحرك لفريم ورك تاني اسهل. هو الناس اللي كتبت ديسكتوب ابلكيشنز في التسعينات ليه منهم ناس كتير ما عرفتش تروح الويب؟ عشان البيزنس لوجيك بتاعه لازق في الويدجتس، فلما جت الويب ببارادايم مختلف ما عرفوش يفكوا ده من ده. انما لو كان الكود فيه سيبريشن اوف كونسيرنز وانا فاصل اللوجيك بتاعي بعيد عن اليو اي اسبيكتس كان بسهوله اقدر اشيل ذس يو اي واحط ذات يو اي. اوكي، بالديستريبيوتد انفايرمنت بتحفزها ولا ما بتحفزها، وخصوصا مثلا لما يكون مثلا في كالتشر مختلفه. هو تي دي دي از ا براكتس على مستوى الديفلوبر او البير، فبالتالي هو دازنت تاكل الاسبيكت بتاعه الديستريبيوشن قوي، لكن اكشلي في تولز النهارده بتسمح للناس انها تعمل ريموت بيرنج. تخيلي ان انا ممكن ابير مع حد في الهند بتولز، ونقدر نسواب الكيبورد فيرتشوالي طبعا، وكل الكلام ده اكشلي ممكن يحصل. في كتاب جديد نازل اسمه ريموت بيرنج، كتاب على بعض بيتكلم عن التولز والتكنيكس والبراكتسز اللي نقدر نستعملها. لا، ما انتوا بير، انا بتكلم كبير. التولز بقى يعني بتتدخل في الحاله دي علشان تو ريزولف ذا ايشو يعني. اوكي، اي ثينك بيعمل لك سام سورت اوف شيرد ورك سبيس، بتبقى انتوا الاثنين بتعتبروا شغالين على نفس الماشين يعني. يس. بالنسبه لي انا اعرف تي دي دي من 6 سنين
عظيم يعني كنت فعلا بسنس البينيفيتس وبقيه البينيفيتس بتاعتها. بس في مشكله عندي انا غالبا بلوم نفسي دايما فيها، بس انا ما اعرفش هل هي شائعه في التست او في ناس كتير بتعاني منها ولا لا، ان التست كود اوفر تايم بيجيت كومبلكس. احيانا بيبقى كومبلكس زي الديفلوبمنت، خصوصا انك ما تقدرش تقنع نفس الشخص اللي بيكتب، يعني هو شخص واحد بيكتب ديفلوبمنت كود بيكتب تيست، انه يبقى عنده تولز سيت كبيره جدا في الديفلوبمنت يقدر يعمل حاجات طرق كتير قوي في التستنج تحصله. هو يعني مش هيقدر يسويتش التو مايند سيتس طالما ان هو طول الوقت عمال يسويتش ما بين ديفلوبمنت تيست بسهوله. انا بعاني من شخص بص ده واحد من الكونسيرنز الاساسيه لو استعملنا تيست دريفن ديفلوبمنت فور ا لونج وايل، اوكي، ودي حاجه من الحاجات اللي محتاجه كوتشنج شويه، علشان لان انا لو يمكن انا قلت الجمله دي قبل كده، لو ما وقفتش على كوريكت ليفل اوف جرانيواليتي الكابلنج مع التيستس بتاعي مش هيبقى صحي اوفر تايم. وهنا بتظهر اسئله مثلا زي طب انا عندي برايفت ميثود اتستها ولا لا؟ في تولز بتسمح لك انك تيست برايفت ميثود، اي برايفت ميثود مش متصفى من بره، اوكي، هتستاهل ولا لا؟ اكتب تيست للبرايفت ميثود ولا لا؟ انا واحد من الناس اللي شايفه انه يعني 99% لا، مش علشان مش هو مش ممكن، علشان ده هيانديوس كابلنج هيأذيني في المستقبل، لان انا كده كابلد بانترنلز جوه الكلاس، ففي سام تايم ات سام بوينت انا هروح اريفاكتور في الكلاس دي الاقي تيست بيضرب المفروض ما يضربش. فاهم انا اقصد ايه؟ نفس الكلام بالنسبه للكومبلكسيتي اللي في التست. يعني انا ما فيش كيس شفتها لتست كومبلكس ولقيت ان التست ده كان كويس. There was always a way ان انا اقف على ليفل تاني والتست يبقى ابسط من كده ويبقى التست عباره عن 4 5 6 لاين بس، مش اكتر من كده. This is what you want. لو التست لامم معاك 25 لاين you have a problem. You actually have a design problem. وكنت بيك قال الجمله دي تحديدا، يعني قال if I find myself in a situation where a piece of code cannot be tested what I actually have is a design problem not a testing problem. لأنه testability is one of the objectives of good design. Okay؟ فلو التست طويل غالبا ده معناه ان التست set up طويل، انك you need to set up a lot of objects علشان to exercise the system under SAT. Does it make sense ان انا اغير الديزاين to improve testability؟ Does it make sense? It does. It does. As long as ان انا I'm not inducing design damage. Okay؟ زي ما النهاردة كلنا الناس اللي شغالة في cloud environment او في high availability environment نقول انه building health checks goal application حاجة مهمة جدا. صح؟ النهاردة احنا بنقول الكلام ده لان انا I need to know الابليكيشن شغالة، هي الابليكيشن دي بتبيهيف هيلثي ولا لا، والكلام ده بنكتب له كود، بس it's worth it لان انا من غير الكلام ده هستنى لما الماشين تقع عشان اعرف ان في حاجة محتاجة تظبط. اوكي؟ alright. مش فاكر قوي ال لا قصدك عشان تقول اجينست في ناس دايما بتحب ايه تكتب كلاس وقدامها تيست كلاس. اوكي انا مش من انصار المدرسه دي قوي لان انا الفوكس بتاعي اكتر على البيهيفير. يعني نفترض في الاكسرسايز بتاعنا ان انا ما نقفل البروجيكتور ده يا جماعه فين ال نفترض في الاكسرسايز بتاعنا ده ان احنا عملنا الديزاين ده كله بالفريم اوبجكت بالبول اوبجكت بالكلام ده كله، هل في الحاله دي انا اكتب تيست للفريم اوبجكت؟ ولو في لوجيك لو في لوجيك اكتب له تيست؟ فاكر الديزاين اللي حطيناه على السكرين؟ كان في احنا عندنا الجيم اوبجكت وفيها ا ليست اوف ان اري اوف فريمز، كل فريم فيه ان اري اوف رولز او بينز، تمام؟ فهل لو انا بعمل الديزاين ده اكتب تيست للجيم اوبجكت؟ يس، دي اللي هي الاساس بتاعي. اكتب تيستس للفريم اوبجكت وتيستس للرول اوبجكت؟ يس ولا نو؟ مدارس، انا شخصيا هقول بيج نو. لو انا في تيم هقول لا، ما تكتبش تيست للفريم اوبجكت لان الفريم اوبجكت مش اوبزرفبل بيهيفير.
انا عاوز التستس بير بيهيفير مش بير كلاس. فهمتني؟ لو في ريجريشن حصل في الفريم اوبجكت التستس اللي واقفه على الجيم اوبجكت لازم تمسكه، لان ده الاوبزرفبل بيهيفير بتاع الموديول على بعضه. فهمتوني ولا؟ ده كمان بيقلل الكابلنج للتستس وبيقلل عدد التستس. فهمتني يا عفيفي؟ دي ممكن تكون ريليتد اللي انت قلته برضو. انا دايما عايز اقف على الاوبزر اللاير اللي فيها اوبزرفبل بيهيفير للبيس اللي انا بكتبها، وهي دي اللي امسك فيها تستس. اللي جوه مش مهم. لو التستس غطست لجوه شويه الكابلنج ده اوفر تايم ممكن وزنه يبقى تقيل. اوكي اتفضل. هو اللي حضرتك بتقوله ده انا متهيألي ان فايده ان كل كلاس يبقى له تيست كلاس هتبقى حاجه واحده، ان انا اقلل الديباجر. الكلمه اللي حضرتك قلتها في الاول، لان انا لما ما عملت يعني لو طلع لي باج وانا مش عارف انهي كلاس فيهم اللي عمل الايشو دي، اضطر ساعتها ان انا ديباج اشوف yes. هي راحت فين في انهي yes. كلاس. لو كلاس بينادي yes. كلاس بينادي التالت. بص هو مفيش سيلفر بوليت. اوكي احنا عندنا في الاندستري عموما مفيش سيلفر بوليت، ولكن انا عندي حاجتين عايز اوازن ما بينهم. عندي ان انا الاقي الديفكتس بسرعه، وعندي ان التستس ما تتقلش وتبقى اكسبنسيف تو تشينج، ومحتاج اوزن الاثنين دول. فاهمني؟ فانا اي وودنت مايند ان انا اضطر ادخل الديباجر من سكوب بتاع تيست علشان اعرف مين اللي عنده. سام تايمز ده هيحصل وهدفع الثمن ده علشان ما ادفعش ثمن مستمر وهو ان التست مينتنانس يعلى مني. وساعتها هانتروديوس تيستس اون انذر ليفل معايا. فيعني برضو خد ماي ادفايس وذ شويه ملح، انه الكلام اللي بقوله كلام جينيريك. اوكي لكن خلي دايما التو كونسيرنز معاك، الكونسيرن بتاع التيست مينتنس وكابلنج تو تيستس، والكونسيرن بتاع ان انا هاو ايزي ات از تو فايند ريجريشن ريجريشن باجز. اوكي ووازن ما بين الاثنين. الناس عاده لما بتتحمس قوي للتستنج سواء لاست او دريفن بتروح تو اوفر يوز، زي ما كلنا يعني اي حاجه جديده وي اوفر يوز ات، ان ون وي اوفر يوز ات نكتشف انها وزنها تقيل ومش قادرين نشيل، فنقول لا دي وحشه ونمشي. بالظبط. اوكي دي دي اتش ده واحد برضو من الثوت ليدرز في الاندستري، هو اللي عامل ريلز روبي اون ريلز لو حد بيشتغل بيه، وكان كتب مقاله مشهوره جدا من سنه تقريبا اسمها تيست دريفن ديفلوبمنت از ديد لونج ليف تيستينج. ده كان عشان بس التايتل لازم يتقرا على بعضه، كان اسمها كده. فكنت بيك ومارتن فاولر عملوا معاه فيديو كونفرنس وسجلوه واتحط على السايت بتاع فاولر. اتس ا فيري انتريستينج ديسكشن عن الكلام بتاعهم، يور انفايتد ان انتوا تسمعوها كلها وتشوفوا الناس دي كانت بتتكلم مع بعض ازاي وبتتكلم في ايه. اوكي بس لو هناخد التايتل بس، فالتايتل مش تيست دريفن ديفلوبمنت از ديد، التايتل از تيست دريفن ديفلوبمنت از ديد لونج ليف تيستينج. اوكي يس اتفضل. هو انا كنت خايف بس السؤال بتاع ان الكلاسز 1 تو 1 ولا لا، احنا اتفقنا ان الدرايف بتاعنا هو انا هبدا بالتيست وبعدين اكريت البرودكشن كود، فمن خلال هو ده اللي هيحدد ايه الكلاسز اللي يتعمل لها تيست. بالظبط بالظبط. انا بادئ بحاجه، الحاجه دي لها observable behavior. I wouldn't write tests لتفاصيلها. I would write tests حوالين البيهيفير اللي هي بتديه للكونسيومرز اللي بيكونسيوموا البيهيفير ده. فاذا اضطريت اعمل private class جوه، يا اما مش هكتب لها tests يا اما هكتب لها tests وبعدين امسحها. And it's okay to delete tests. يعني هكتب test علشان اظبط الالجو وبعدين همسح التست. I will actually delete it. لأن وزنه أتقل من إن I cannot afford to keep it. ده حقيقي. Yes. ده حقيقي. مظبوط. Yes. Yes. Okay. But again you need it's a trade off. بس it's اللي أنا عايز أقوله إنه it's absolutely okay to delete tests. يس يس فلازم اكون ريزن
بتاع التست بتاعي وابص على الحاجات اللي هي ليها كونسيومر. يس اكزاكتلي. يعني لو احنا عايزين نبدا يو كان جو از فار از ان انت تحط الهابي باثز بس ان اوتوميتد تيستس. وصدقوني لو بس حاطين الهابي باثز في يونت تيستس هتمسك ريجريشن وهتمسك ريجريشنز كتير. اوكي فيعني بس ستارت يعني. اوكي يا جماعه ثانك يو فيري ماتش. ام ريلي هابي اند ثانك يو فور كومينج اون ا ساتردي. يعني ده واضح كلنا جيكس سايبين الويك اند وجايين نتكلم شغل. اوكي ان شاء الله يبقى لينا لقاءات تانيه.